رسالة من الشهيد أبو أنس. وقعي تبكي يا عينك يا أمي لو قالولك عني مات، امسحي دموعك يا غالية وسلمي لي على البنات، ودعي بس عشان شهادتي تكون لوجه الله وخالصة، وفي الكون يا أمي فرصة أجمل من دي فرصة. إنما ممكن تقولي البطل ودعنا بدري، ابني كان بيحب بلده بس خسارة سابنا بدري. الحكاية لها قصة، الحكاية في اللي باعها واللي هانها واللي خان، كلهم عايزين سقوطها، كلهم يتمنوا موتها، بس صعب يعدوا بيها، أصلها مش عزبة ليهم. مصر دي دولة وكيان، مصر تبقى أم الدنيا، مصر ذكرى في القرآن. وقتين تسلمي لي على الحبايب والصحاب، سلمي لي على اللي رايح واللي حاضرين لغاية، ورسمي فوق الشفايف ضحكتين للكون جمال، افرحي لي كمان يا أمي، أصل والله المكان ده ما يروحوا غير الرجال. عارفة ياما لو تشوفي عيشتي ليا تحسديني على اللي فيه، جنة ياما جنة ياما، وأي جنة أي حاجة أتمنى منها، وأي شيء أنا نفسي فيه. يبقى ليه الحزن ياما؟ مسحي دموعك يا غالية، طمني قلبك عليا، ريحيني وريحيني، بلغيني اليوم تحية.